عايز ايه يا زنان؟ عاوز من اللي انت اديتهولي. الشباب عاوزه وانت قلت انا لي ما قلتش حاجه ومعرفكش، وارجع مطرح ما جيت. بس انت قلت انا غريب، لا اعرفك ولا تعرفني. الشباب عاجبها. ما فهمش كلامك. اقول لهم ايه؟ قول لهم اللي عايز حاجه يشتريها. مفيش فلوس. يتصرفوا. وغور غور، انا مش فضيلك. قلت ايه؟ وانا طول يا حاج. هديك صلب. لكن انا فقير يا حاج عجب. نغنوك شايفني محتاج فلوس؟ لا مش القصد. هتتلت علي عشان وطيت نفسي وقلتها انا؟ لا العفو، طلبك فوق راسي. فقط. لكن هي مش ليا ولا عمرها هتكون. قالها بنت ست البنات. يعني ايه؟ يعني مش مكتوبة لنا. هترفض بنتي؟ لا يا حاج عجم. اقعد. انا عايز اسمحك انك انت تقبل انها مش لعرفات. انت عايز ايه من الدنيا يا عرفات؟ عايز الرضا، وإن ربنا ما يحوجنيش للكذب. ربنا ما يحوجنا كلنا للكذب يا واحد. الله. السلام عليكم. خلدون. أهلا أهلا سيد الناس. تفضل. ديلوك، ما ثبتك وثبت ناسك الملاعين دول في الجزيرة دي. جميلك في رقبتي طول العمر. لا يا ذي العايمين على المية، أبو جميلة مات. كل شيء بتمنه. خدامك. ما الدنيا تتقلب ألاقيك أنت وناسك الملاعين تحت طوعي. غالي والطلب رخيص. حتى لو قدام العجم يزد نفسه. حتى لو قدام العجم يزد نفسه.